من بين الوثائق مشاهدينا الكرام التي تسربت من أرشيف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع ما يسمى بالشعب الصحراوي، رسالة مؤرخة في 16 من أبريل عام 2013 إلى إبراهيم غالي الذي كان يمثل البوليساريو في الجزائر آنذاك. الرسالة التي تكشف تمويل الجزائر لمثيري البلبلاء والشغب داخل الأقاليم الجنوبية. إلى سعادة السيد إبراهيم غالي سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، ارتباطاً بموضوع الدعم المالي للمناضلين الصحراويين، تتقدم اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بسامي تقديرها لكم، وتتشرف بإخباركم أنه وتبعاً للاجتماع المنعقد يوم 14 أبريل عام 2013 في الجزائر العاصمة مع مسؤولي حكومتكم حول الدعم المالي المطلوب لفائدة المناضلين الصحراويين في الأراضي المحتلة، قررت اللجنة الموافقة على تحويل المبلغ المطلوب من أجل مواكبة حملة الاحتجاجات التي ستنظم خلال الأسابيع المقبلة من طرف المقاومة الصحراوية. المرجو منكم إخبار مسؤولي القسم المعني بهذا القرار.